أول حاجة شكر خاص للصحافة المحلية والمجتمع المدني لمدينة المحمدية اللي كان معنا يد في يد من أجل إنجاح تظاهرتين. الحمد لله اللي كنسمعوا واللي كن اللي شفنا على الناس أنهم راضين عليهم كل الرضا من ناحية التنظيمية ولا من ناحية اللوجستية ولا من ناحية المحتوى. بعد نجاحنا الحمد لله في تنظيم الدورة الأولى من مهرجان المرأة في حضرة المرأة، اليوم كنا في حضرة الطفل في مهرجان ربيع الطفل مدينة المحمدية. استطعنا ولله الحمد لأننا اليوم نوصلوا لاختتام مهرجان ربيع الطفل بعد ما مرينا بخمس أيام كلها مليئة بالأنشطة، مليئة كذلك بالاحتفال بالطفل عن طريق ورشات وعن طريق كذلك العديد من الأنشطة اللي كتصب في مصلحة الطفل. ولله الحمد نحمد الله على نجاحنا في هذه المهمة ديالنا. كنشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، كنشكر السيد رئيس المجلس الجماعي اللي ما بخلش عينه بالنصيحة وما بخلش عينه كذلك مد يد العون من أجل إنجاح هذه الدورة، وكان صار معنا وفقط ما اتصلنا به كنلقاوه موجود باش ينجح معنا هذه الدورة. كنشكر السيدة النائبة زهرة فرحاني على المجهودات ديالها اللي صراحة مجهودات قيمة من أجل إنجاح كل تفاصيل مهرجان ربيع الطفل. كنشكر السيد احمد كحيل رئيس قسم الشؤون الثقافيه بمجلس جامعه مدينه المحمديه اللي كذلك ساهم معنا في انجاح هذه الدورات بجوج بهم، لا الدوره الاولى ديال ربيع ديال مهرجان المراه ولا ربيع الطفل. وشكر خاص للصحافه المحليه مره اخرى اللي ساهمت معنا في تغطيه كل احداث وانشطه مهرجان المراه ومهرجان ربيع الطفل. ونضرب لكم موعد ان شاء الله في السنه القادمه مع دوره احسن واحسن، وشكرا. ان شاء الله نتمنوا من المجلس الجماعي لانه يستجب للاقتراحات ديال المجتمع المدني اللي تقدم بها مؤخرا اللي كتصب من اجل تنظيم مهرجان رمضانيات وكذلك مهرجان صيفيات. احنا راه الاشاره من ناحيه ما يمكنش نحن نحدوا ولا نقولوا بغينا ننظموا ولا شي حاجه، البقاء للاقوى وللاحسن. الا شافونا الناس اننا احنا قمنا بتنظيم المهرجان بطريقه جيده وكنستحقوا ننظموا مهرجانات اخرى، فمرحبا في اطار القانون النزاهه وفي اطار حريه المنافسه والحق للجميع. نتمنى من الله التوفيق للجميع واللي فيه الخير يجيب الله. شكرا. ذكر اساتذه جامعيين من وزارة الثقافه، كما شفتوا ان هذا الانفتاح اعطانا واحد المنتوج متميز، استهدف عده فئات او فئات مختلفه، استهدف المراه، استهدف ذوي الاحتياجات الخاصه، استهدف كذلك الشباب من خلال عروض مسرحيه اللي قام بعرضها مجموعه ديال الفتيان، كذلك استهدف الطفوله باعتبارها انها الجيل الصاعد اللي نتمنوا فيه كل خير واللي غادي يقود المسيره ديال التسيير وتدبير هذه المدينه هذه. ومازال في جعبتنا الكثير ان شاء الله، على اساس ان سنضرب لكم موعد ان شاء الله مع رمضانيات المحمديه وكذلك صفيات المحمديه.